شكرا لك نور من غرفة الأخبار، ومستمرين في آخر فقرة بصباحنا لليوم. وأكيد يا رشا ما فينا ننكر الأحداث الأخيرة اللي صارت بقطاع غزة وأدى إلى تأثيرات سلبية، ومثل ما بدينا حلقتنا وحكينا عن هي الصور يلي انطبعت بالذاكرة وأكيد ما رح تمر مرور الكرام، لكن كيفية التعاطي سواء مع قصف مستشفى المعمدان يلي صار بالفترة الأخيرة، وكمية الشهداء للأسف الهائلة يلي صارت بالفترة الأخيرة مثل ما حكينا. صور الأطفال اليوم نحن يعني أطفال رح تمضى بس نحن ما نقدر ننسى هدول الصور. اليوم وقت بيكون في استهداف وحشي لمشفى يعني عم يحمي مدنيين، عم يحمي عزل، اليوم القانون الدولي الإنساني يعني راح لحماية المدنيين العزل، لحماية كل حدا اليوم ما عم يحمل هذا السلاح. شفنا اليوم فرح ازدواجية بتطبيق هذا القانون، دائما عم نشوفه للأسف مع أهالينا بغزة. اليوم هذا المشفى للأسف يعني بواقع صحي كتير سيء، عم نشوف مناشدات من الكادر الطبي بنقص بالمعدات، نقص بالوقود. حتى امبارح كان في تهديد لقصف احدى المشافي، وكان الهلال الاحمر عم يطلق مناشدات. رشا خلينا نقول عن الاحتلال الاسرائيلي اللي تعودنا دائما على الغدر والوحشيه وارتكاب المجازر، فاليوم خلينا نحكي بالتفصيل كيف نحن بنقدر نتعامل مع الحالات الاسعافيه. شفنا صوره يمكن عن اللي صار بمشفى المعمداني، ورح نحكي بالتفصيل عن استهداف هذا المشفى، التطورات الطبيه ايضا مع الدكتور بهجة عكروش اختصاصي بطب الطوارئ وحوادث وكسور. يسعد صباحك دكتور، اهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم، صباح الخير. صباح الخير دكتور، اهلا وسهلا بحضرتك. اليوم العنوان الابرز والمشهد يعني اللي عم يتصدر جميع وسائل الاعلام وحتى عم يتصدر حديثنا بشكل شخصي هو الشيء الوحشي اللي عم يصير ضمن غزه. نحن مثل ما قلنا نحن متعودين على هذا الغدر وهي الوحشي، ولكن اليوم نحن امام مجزره كانت ضمن هي المشوى. خلينا نحكي عنها بشكل خاص وعن التاثير السلبي لنقص الكوادر الطبيه او المعدات الطبيه ضمن المشفى. طبعا بداية كل الرحمة لكل شهدائنا، شهداء غزة وشهداء فلسطين. آمين. والأمنيات دائما بالشفاء لكل جرحانا. لا شك المنظر أو الموقف موقف من أسوأ ما يمكن أن يراه الإنسان وتراه العين في البشرية. ما حصل جريمة إنسانية بكل ما تعني الكلمة من معنى، كل الكلمات لا تفيها حقها للأسف. يعني هذه المجزرة كانت كما هي دائما هي وصمة عار لهذا الكيان الصهيوني الغاشم. مثل ما تفضلت قبل شوي أستاذة فرح، ما في شيء جديد، يعني هي إسرائيل، هذا هو الكيان الإسرائيلي، هذا هو الكيان الصهيوني اللي هو الهدف هو الترويع، وهدف التطهير العرقي، والهدف هو تهجير المواطنين الفلسطينيين من أرضهم. يعني حالة تقريبا أصبحت هي بمعرفة عامة عند كل الناس، الغرب قبل العرب، لكن هي عبارة عن آلة إعلامية تسوق لما تسوقه إلى أن تشيطن الملائكة وتملكن الشياطين. للأسف هذه المجزرة التي حصلت لها تأثير بعد إنساني كبير، بعد لا أخلاقي كتير كبير من قبل الصهاينة. التدمير الذي حصل هو أولا كما تفضلت قبل قليل هو يخالف كل الأعراف الدولية. يعني دائما بالقانون الدولي المشافي لا تقصف، بكل الحروب المشافي، سيارات الإسعاف، طواقم الطبية، دول دائما خارج إطار الحرب، هذا بالقانون الدولي تماما. ولكن للأسف طبعا الكيان الصهيوني لا حتى لا يعترف بالقانون الدولي ولا يعترف بكل تفاصيله، لكن يطبق على الآخرين، وهذا اللي تفضلتي فيه فيما يتعلق ازدواجية المعايير في التعامل. القانون الدولي يطبق على كل الدول إلا على إسرائيل. القانون الدولي يطبق عندما يريدون تطبيقه بما يخدم مصالحهم، لكن عندما يكون يخدم الإنسانية ويخدم الآخرين هم في أبعد ما يكون عن تطبيق هذا القانون. قصف المشافي طبعا لا شك هو أولا يعني الناس اللي موجودة بالمشفى هي إما مدنيين أو جرحى
واطفال او نساء، لانه كانوا دائما يروحوا باتجاه المشافي باعتبار المشفى بعيده عن قصف وآمنة. لكن ابى الصهيوني الا ان يكون يبصم بصمته الحقيقيه اللي هي الحقيقه، اللي هو الاجرام بحق الناس وبحق المدنيين. طبعا اضافه لخساره الشهداء او هن الجرحى اللي كانوا موجودين او المدنيين الامنين اللي موجودين وبالتالي اصبحوا في عداد الشهداء، خساره الكادر الطبي. نعم. يعني هن الكادر الطبي اللي موجود ضمن المشفى، هذا الكادر الطبي اللي موجود ضمن المشفى اللي هو يعني لا يقدم لا يحمل سلاحه، وانما عباره عن يداوي الجرح. نحن في الطب في شغله اساسيه بالاسعاف، من ما كائنا من يكن الشخص المصاب يجب ان نقدم له الاسعاف. صحيح. بغض النظر هو عدوي او صديقي. عن التوجه. يجب ان نقدم له الاسعاف ونتعامل معه تعامل انسان. هم تجاوزوا هذا الموضوع، قتلوا الشهداء الجرحى اضافه لقتل الطاقم الطبي كي يؤثروا معنويا على عدم معالجة الجرحى اللي موجودين. كأن دكتور عم يدوروا على أكبر عدد ممكن من الشهداء، مثل ما قلنا تطهير عرقي بشكل كامل لا كان شك. السبب الرئيسي لا شك هذا سبب تمام. أساسي ومهم. لكن في نقطة كتير، القضاء أو القضاء على الطاقم الطبي هو بمثابة حكم بالإعدام على كل الجرحى القادمين. تمام. وبالتالي كان تأثير إضافة لخسارة المواد، خسارة الأدوات التي تقدم والأجهزة الطبية التي تقدم الإسعاف باتجاه الآخر. يعني هلا أي مصاب ممكن يجي يكون يمكن بحاجة إبرة صغيرة أو بحاجة معالجة بسيطة غير قادرين على تقديمها من خلال القضاء على هذه. تماما دكتور، اليوم لما بنحكي عن هي الخسائر الفادحة سواء المادية البشرية وحتى يمكن الضرر يلي ممكن يصيب حتى الطاقم الطبي، هنون مانهم بمأمن حتى بمكان عملهم بهي المشافي أو حتى سيارات الإسعاف يلي عم تركض تصاف الجرحى. لكن اليوم إذا بدنا نحكي بناحية تانية، إذا بدنا نقول ناحية طبية ومهنية، برأيك دكتور اليوم لما بتجي هي يمكن الأعداد الكبيرة على المشفى من جرحى، البعض ممكن يكون شهداء، كيف آلية التعامل؟ لمن تعطى الأولوية بالإسعاف، خاصة اليوم في نقص حاد مثل ما قلنا بالأدوية والمعدات؟ طبعا يعني في حالة الكوارث، وهي طبعا كارثة من الكوارث الكبيرة، دائما في آلية تعامل مع المرضى، وهي أول آلية هي آلية الفرز، وطبعا لا يستطيع أن يقوم فيها إلا متخصص، وهيهات أن يكون هناك متخصصين في هذا الوقت في هذا المكان بهذه الظروف للأسف. يعني فربما يكون كلامنا حالي تنظيري أكثر ما هو عملي، لأنه بهذا الظرف الكارثي ضمن غزة، بهذا القصف، القضاء على كل الطواقم الطبية الموجودة ضمن المشفى مثلا، يعني أكيد ما رح يتواجد الجهات التخصصية لتكون بهذا القدر. لكن بشكل أو بآخر نحن نفترض كل الاحتمالات. أهم شيء في هذه الكوارث في هذه الحالات هي حالة الفرز. الفرز شو يعني؟ اللي بنسميه ترياج، اللي هو فرز الحالات الأخطر إلى الأقل خطورة. تمام. يعني أنا لما بدي أسعف بهذا المكان بدي أسعف، يا هل ترى بسعف واحد مجروح؟ يمكن أنا أشوف واحد قدامي مجروح جرح بسيط أو حالة بسيطة أو كسر صغير أخذه وبالتالي دخله على العمليات، وأترك شخص يمكن يكون بين الحياة والموت وأنا بدي وصله ما عاد في له مكان. يعني دائما بالحالات الكوارث يجب أن يكون هناك الفرز رقم واحد، الأولوية اللي هي للحالات الأخطر المهددة للحياة. نعم. فهذا الكلام ولو شفنا جرحى ما معقول يقولون حرام كيف تركته لهذا، لا، في هذا أخطر، فهي رقم واحد بحالات الكوارث بهذه الحالات هي فرز الحالات الأخطر. هلأ بتجي بعدها هي محاولة إخراج هؤلاء الناس من المكان المهدد للحياة. يعني أنا لازم يكون في مكان آمن، أخذه إلى مكان آمن قدر الإمكان. هلأ منقول مين اللي لازم يعمل هذا الشيء؟ اللي لازم يعمله هي كوادر طبعا طبية متخصصة، أو بالحد الأدنى اللي دائما وحكيناها كتير بهذا الاستوديو، دائما أرجو من كل العالم مو بس من السوريين أنه نحن نعمل نعزز ثقافة دورات الإسعاف الأولي. تمام. نعززها، هي لازم تكون شيء أساسي. حتى أنا أتمنى وأطلب
أن تكون في أي توظيف في أي مكان يجب أن ترفق بشهادة إسعاف أولي. يعني أنا ما لازم أكون بهذا المكان إلا أكون عامل شهادة دورة إسعاف أولي، لأنه نحن ما بنعرف بأي لحظة، وبلد نحن معرضين للكوارث، معرضين للقصف، معرضين لكل خاصة هاي الفترة، خاصة بالضبط تمام. فيجب أن يكون هناك ثقافة وتعزيز ثقافة دورات الإسعاف الأولي لكل الجهات، مستوى المعامل والشركات والجامعات والمؤسسات والمدارس، هذا كل مطلوب. هذا الكلام بلحظة من اللحظات نعرف قيمته تمام. لما نوقع لا سمح الله أمام أي كارثة، وهون ما في عندنا أطباء، طيب أنا ما شرط يكون لاقي بهذا المكان طبيب متخصص، فيفترض أن يكون هناك أشخاص عندهم خبرة، عندهم قدرة، عندهم صلابة نفسية، قادرين إنه يتعاملوا مع الحالات الإسعافية اللي ممكن موجودة. شفنا هذا الفقد لهي الثقافة بكارثة الزلزال، يعني مرق حالات كتير نعم. كان إجراءات بسيطة يمكن أعطت للشخص حياة أخرى يعني ضبط. ومثل ما قلت دكتور، اليوم الصلابة النفسية، القوة البدنية النفسية للمسعف مهمة وجدا ضرورية. خلينا اليوم نحكي عن نحن اليوم بهذا الوضع، يعني إعلاميا عم نحاول دائما نضوي على موضوع غزة، على موضوع الصور الفيديوهات الممارسات الوحشية اللي عم تكون إن كان على المشافي إن كان على دور العبادة وعلى المدنيين العزل بشكل عام. اليوم المجتمعات الأهلية اليوم كيف قادرين نحن نقدم أو شو مفروض نقدم بهاي الفترة؟ سؤال كتير مهم على فكرة، وكتير خطير بنفس الوقت. المجتمعات الأهلية اللي معظم الناس عم تشتغل على التواصل الاجتماعي. التواصل الاجتماعي سلاح مو ذو حدين، ذو ألف حد. نقطة أساسية بدي انطلق منها، نحن في هذا الظرف لا نحتاج إلى إحباط. صحيح، نحن لا نحتاج إلى إحباط وإظهار المآسي. إظهار المآسي وإظهار الإصابات لابد منه، لكن يجب أن يوجه باتجاه الغرب حتى يشعروا بالحقيقة التي يتم التعامي عنها من خلال الإعلام الغربي. نحن دورنا كمجتمع أهلي هو تقوية العزائم ليس إحباطا. يعني أنا ما بدي أقعد، أنا لا شك متأثر، أنا ماني إنسان، ماني حجر، متأثر وكلياتنا بكينا، بس ما تكون هي ثقافة أن نقعد ونذل ونبكي. القضية إذا بتشوفوا، معلش خليني بين قوسين أعطي مثال بسيط جدا. نحن قديش منقول صار في عنا 1000 شهيد، 2000 شهيد، 3000 شهيد، 4000 جريح، 5000 إلى آخره. هذا يحبط العزيمة، يحبط القدرة على المواصلة. شوفي الإعلام العدو ما بيحدد، لحد الآن لم يحدد إلا فيما ندر إنه شو صار عنده شهداء، حرب نفسية، أو شو صار عنده قتلى، عفوا آسف، شو صار عنده قتلى، شو صار في عنده إصابات. لأنه هذا وقت بيظهر العدد الكبير لا شك إنه الإنسان بتأثر، يتأثر ويتأثر سلبا أو إيجابا. أنا أوكي في إصابة، يعني أنا ما عم قلل من القيمة، قيمة إنه في عنا نقول شو في عنا شهداء، لكن هي يجب أن تقال في مكان تؤثر على الغرب، لكن ما تكون هي حالة إحباط لنا. لذلك دور المجتمع الأهلي دور كتير كبير، أولا في حالة الدعم النفسي، الدعم الروحي. نحن ما نقدرين نروح نفتح، يعني ما في عنا نروح نقاتل هلأ بفلسطين، والحمد لله الفلسطينيين قادرين ولحد الآن هن قائمين وقادرين على مواصلة المجابهة وحتى الانتصار. لكن ما بدي يكون دوري أنا سلبي كمجتمع، بدي يكون دوري إيجابي في تحفيز الهمم، في البث الأفكار الإيجابية المشجعة، تعميق ثقافة المجابهة للعدو الصهيوني، كيف يمكن الانتصار، وليس أنه صار رايحنا 3000 و4000 و2000 و5000. هذا الكلام عم يحبط كتير. فأنا الرجال بدي أقوله للمجتمع الأهلي بشكل عام، أنه وبالذات على التواصل الاجتماعي، أن لا تكون صفتنا صفة الإحباط وترسيخ حالة الذل اللي نحن فيها من خلال القضاء على جموع كبيرة.
وإنما يجب أن يكون حالة تحفيزية، ويجب أن تكون هناك قدرة على إيصال الأفكار التي تؤدي إلى الانتصار من خلال شوف الأطفال. يعني أنا مبارح بالضبط كنا عم بند مجموعة، في عنا إن شاء الله فعالية فيما يتعلق يعني تضامن مع أهلنا في فلسطين قريبا جدا خلال يومين ثلاثة، فكان التركيز الأساسي واللي كنا عم نحكيه كفريق إعلامي اللي موجودين بالمؤسسة إنه نركز على الفيديوهات التي تشحذ الهمم. يعني في عنا أطفال، في طفل سوري هو عم يتقدم له مصاري لحتى يحرق العلم الفلسطيني، كيف كان عم جابه، كيف فلسطينية عم تقول اللي هي الطفل اللي عم يحاولوا اللي قاله بن غوريون من زمان انه بكره بيموتوا الكبار الصغار بينسوا. نركز على انه لا، الاطفال لساتهم ليكم متذكرين ولساتهم قائمين. فانا لما بشوف هذا الفيديو تبع هي الطفله اللي هي عم تجابه وعم تجابه الكيان الاسرائيلي وقدام الاعلام وعم توصل الرساله اللي نحن بدنا اياها، والطفل اللي عم يرفض انه يحرق علم فلسطيني الطفل السوري، هذا اللي بي 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 بيشحذ الهمم وبيخلينا اكثر تفاؤلا واكثر قدره على المقاومه والانتصار، وليس ان تكون الحاله ب يعني كثير تعميم الحالات او الفيديوهات التي تؤدي الخوف والموت والذل والدم الى اخره. هذه لا شك هي تحبط النفس والروح. اكيد نحن نوصف بانه مجتمع عاطفي منذ القدم دكتور، مو هذا شيء جديد، بس مثل ما قلت اكيد العاطفه ضروري، ولكن بالمقابل العقل والقدره على التصرف بذكاء امام مثل هذا العدو. اليوم دكتور اذا بدنا نحكي عن الواقع الطبي والانساني بغزه، خلينا نوصفه بشكل دقيق وشوي الحالات الاسعافيه اللي ممكن تستخدمها الدول او حتى غزه بمثل هذه الظروف. والله للاسف يعني لا شك الواقع الطبي هو سيء. نعم. اولا من ناحيه الحصار الكامل، يعني أساساً بالأساسية غزة محاصرة. نعم. بشكل كامل ضمن غلاف غزة. الشيء الثاني يعني بالحرب تأكيد، في هناك تأكيد من الكيان الصهيوني الغاصب على أنه تخويف والقضاء على يعني كثير من سمعنا كثير من سيارات الإسعاف، كثير من الطواقم الطبية، المشافي تهدد. يعني أنت لما المشفى تهدد معناها صار في يعني حتى خوف ضمن المشفى نفسه. امبارح بالليل كان تهديد لمشفى القدس يعني، راح الهلال الاحمر لرفع مناشدات للتدخل الدولي. يعني اليوم ما صفى قصف عشوائي، عم نروح فورا للطبي للانساني بحجج انه موجود اشخاص ضمن هذا المشفى، ولكن اليوم المدنيين اكثر، المدنيين موجودين يعني بالنهايه هذا مأوى لهم. يعني هي الهدف الاساسي لازم نحن مو بس ناخذ الشيء المباشر، الهدف الاساسي هو الترهيب والترويع والتخويف للناس. المنطقه الامنه اللي ممكن يروحوا لها هي المشفى، عم يرعبوا عم يرهبوهم انه المشفى رح تنقصف، واكيد مكتظه بالجرحى والكادر الطبي مثل ما حكينا. تماما. يعني هذا الهدف هو هدف غير المرئي. المرئي هو انه الكيان عم يقول انه نحن هون في تجمع، في عم يكون وفي مقاتلين في الى اخره، نحن عم نقصفها. لكن هي المروع هي موضوع الترويع اللي كنت عم بقوله قبل شوي كاعلام كمجتمع نحن لازم نشتغل عليه. هن عم يحاولوا يروعوا. اذا نرجع بالذاكره ولو ان شاء الله انه ما ترجع تعود، داعش لما دخل هذا التنظيم الارهابي القاتل لما دخل شو كان الهدف؟ يعني الاساس تبعه هو ترويع الناس، يجيبوا الناس يبتروا رؤوسهم إلى آخره، بعدين الناس كلها بتخاف ترتعب ترجع. فسياسة الترعيب والترويع والترهيب اللي عم يستخدموها هي اللي الأساس لحتى يحبطوا عزيمة الناس، لحتى يذلوا الناس، لحتى يوصلوهم لمرحلة غير قادرين حتى على الصمود النفسي. فموضوع التأثير الطبي لا شك أنا آخر شيء كإنسان عادي بأضعف حالاتي بروح عند الطبيب، فهو الطبيب الملجأ الأخير. فأنا كيف إذا قضيت له على الطبيب، قضيت له على كل الأدوات اللي موجودة، فبالتالي هاي عم تأثر نفسيا أكثر وأكثر. مريض القلب، مريض تصرف إرهابي، تصرف مدروس، النتائج ومدروس الخطوات، خلينا نقول بالمية. مو بس استهداف الكوادر والأجهزة الطبية أبداً. استهداف النفسية بشكل أساسي وهذا بشكل رئيسي. لذلك نحن يعني المطلوب
في ما يتعلق بالمناشدات اللي بدنا نقول انه لازم يكون في مناشداتنا اكثر. يعني انا امبارح شفت مؤتمر، يعني انا هل هدف كل مؤتمراتنا الدوليه هلا فقط اللي عم تصير بس انا منشان والله ندخل المساعدات على غزه؟ هل هو هذا هي كل ايقاف العدوان اليوم؟ ولو اتمنى ان يطلب ايقاف العدوان اللي عم يصير من قبل الكيان الصهيوني، وقف اطلاق النار، وبالتالي دعم المواطن الغزاوي الموجود او المواطن الفلسطيني. مو بس انا فقط هلا بدي افكر انت بدي فوت شاحنه ولا ما فوت شاحنه على يعني عم نقزم الحاله. للاسف دكتور يعني اقتراحات مخجله اليوم قاموا فيها ان كان بالمخيمات او التهجير اللي هي التقزيم. للاسف تقزيم الحاله طبعاً. تقزيم الحاله من حاله شعبويه، من حاله وطنيه، من حاله يعني مصيريه، الى حاله انه دخل انا شاحنه مساعدات او ما دخلها. يعني هذا الموضوع للاسف هو شيء متداخل بكل اتجاهات اللي بنحكي عن الطب، نحكي عن المجتمع، نحكي على كل اتجاهات. ما يحصل الآن في غزة هو تطهير عرقي، ما يحصل الآن في غزة هو محاولة إفراغ هذه المنطقة ضمن، نحن لن نتحدث سياسي، لكن ضمن توجه مدروس بالنسبة لهم. هي ما الموضوع موضوع فقط قتل فلسطيني ولا قصف مشفى، هي عبارة عن استراتيجية صهيونية تحصل في أراضينا، محاولة تفريغ هذه المنطقة، محاولة للتهجير القسري، محاولة لإخراج الفلسطينيين وبالتالي تغيير ديموغرافي لكل المنطقة، وضع أماكن لهم في أماكن يعني في مناطق أخرى. وبالتالي ما يحصل الآن يجب أن نتنبه له، ليست عبارة عن حالة عادية تحصل، هي عبارة عن خطة ممنهجة. يجب أن يكون بالمقابل هناك خطة رسمية ممنهجة من الرد العربي، وهذا الرد العربي هو اللي بيأثر على الرد الغربي. اليوم نعول عودا على سؤالك الأسبق شوي فيما يتعلق بالمجتمع، يجب أن نفعل الحالة الشعبوية، يجب أن نكون نفعل الشعوب العربية في كل مناطقها، لأن الشعوب وبالتالي للضغط على الشعوب الغربية. والآن يعني والحمد لله بدأنا نرى ونشعر بالتحرك الغربي في إيرلندا، في فرنسا، في حتى في فلسطين نفسها. هذا الموضوع نحن اللي لازم نحن نشتغل عليه حاليا إن شاء الله، هو تحريك الشعوب للضغط على الشعوب الغربية. والشعوب الغربية عندما تقوم تضغط على الحكومات الغربية في تغيير مواقفها، هذا هو المطلوب حاليا أكثر ما يمكن أن يكون، إضافة لتقديم الدعم لأهلنا في غزة وأهلنا في فلسطين قدر الإمكان بالقدر المستطاع، الدعم العسكري، الدعم المالي، الدعم الغذائي، الدعم الدوائي، ومن وراءه الدعم النفسي، حتى ما يصير في عنا إذلال، ما يصير في عنا إحباط. يجب أن نكون دائما مشجعين بالأمام. إن شاء الله دكتور اليوم صوتك يسهل عبر الإخبارية السورية، مثل أصوات كثير، أصواتنا كلها اليوم، أمنياتنا وحدة وتوصيات الناس كلها وحدة. اليوم الوضع الطبي الكارثي بغزة مشكلة، اليوم الأطفال عم في موت بالخدج، ما في اليوم حاضنات، ما في وقود، عم نشوف عمليات عم تصير بالشوارع، ما في تخدير، ما في أدوات معقدة. يا رب يكون معهم وهذه المناشدات ويكون في تدخل عن جد دولي بالموضوع الطبي. شكرا لك دكتور، وان شاء الله لقاءات اخرى باخبار مفرحه وبايام نصر غير هالايام هي. شكرا دكتور، شكرا. كل الشكر لك.